كان علماؤنا يعني يعني ابن سريج ومن بعدهم ابن السبكي وغيره تكلموا في الفلك وعلموا أنه يقيني. قضية يعني تقال الآن، هل الحساب ظني والرؤية يقينية أو العكس؟ لا، الأمر ليس كذلك على إطلاق، لا هكذا ولا هكذا. بالنسبة للحساب من حيث هو قطعي، والظنية بالنسبة للحاسب قد يخطئ الحاسب. أما الحساب من حيث هو قطعي لأنه مرتبط بالأفلاك، كل في فلك يسبحون حتى عاد كالعرجون القديم، هكذا لا يتغير. هل رأيتموه مرة لم يعد كالعرجون القديم؟ أبدا، هذا نظام ثابت. فيعني الحساب من حيث هو يقين لا يتغير، ولكن الحاسب قد يخطئ. إذا وصلنا إلى مرحلة أن الحساب في حد ذاته صار دقيقا، لم يعد هو عمل الحاسب بقلمه وورقاته كما كان زمان، وإنما كان مبرمجات اتفقت عليها البشرية تضعها تطلع لك النتائج، حينئذ حتى الحساب صار يقينيا. لا بد أن نقتنع بالعلم، وإلا كيف يمشي يعني مسبار من الأرض إلى المريخ 6 أشهر؟ حسبت حسابه أنا فوجدته بلايين السنين الضوئية حتى وصل إلى هناك، فمشى بالحساب لينزل في مكان معين، فكيف كيف لا يكون الأمر قطعيا؟ انتهت هذه المسألة، حسمت، انتهت هذه الدقة. وهكذا القمر الذي يبعد عنا حوالي 380 ألف كيلو وهو أقرب الكواكب عندنا، هذا تنزل عليه المركبة الفضائية في مكان محدد بطريق الحساب وهو يلف ويدور. كيف يحسب الحساب حتى تطلع وتخرج إلى هذا المكان في موقعه الذي هو فيه، في برجه الذي هو فيه، يصله في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية؟ هذه أمور خلاص ينبغي أن عقولنا ترتفع إلى هذا المستوى.